السلام عليكم، معكم ابو روب تيوب في مقطع جديد من الثلاجة. اليوم بدنا نحكي عن الكيك. الكيك قاعد بثير الجدل. شوفوا هذا الفيديو. يس يا جماعة، هاي المقاطع قاعدة تنتشر بشكل فظيع، والمقاطع جدا غبية. حشرح لكم عنها اليوم في هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو برعاية قناة بومباستيك. احكيكم اكثر عن قناة بومباستيك في نص الفيديو. انا عشان نفهم اكثر عن هاي الفيديوهات والغباء اللي قاعد بصير، خلينا نرجع لورا للبداية، لما اخترعوا الكيك. اسمع معلم، ليش ما نجيب الخبز تبعنا، طيب نحط عليه سكر اوكي، ونبيعه بعشر اضعاف الفلوس؟ والله فكرة نار. يا غبي، احنا بالعصر الحجري لسه ما اخترعوا الفلوس. اوه صح صح. بس جد يا جماعة عندي فضول اعرف كيف يعني اصلا طلع بهاي الفكرة. اوكي، فاصل كلمة كيك هي كلمة ككة. اوكي حلو، معلومات كثير قيمة. طيب معلم، شو نسمي هذا الاختراع؟ ليش ما نسميها ككة؟ ككة؟ ككة زي هداك؟ ايوه بالضبط، واحد بناكله بالافراح، واحد بناكله بالمصايب. يلعب ابو الحكمة يا زلمة. بس جد يعني اول حدا اخترع الكيك هم المصريين القدامى، اتوقع الفراعنة، تخيلوا. ايه ده، احنا طلعنا مصريين. والله ما اعرف شو يعمل الحك. ما حدا بيحكي عن هذا الموضوع، مين اخترع الكيك؟ يعني مين اخترع التليفون نعرف، هذا ابراهام لينكولن ولا صح؟ لا غلط. هلا في قاعدة في الطبخ اللي هي عشان الاشي يكون طعمه زاكي لازم يكون شكله زاكي. فمن بداية اختراع الكيك ولهلا قاعدين هذول الناس بيلاقوا طرق جديدة وجديدة عشان يزينوا الكيكة. هاي بحطوا عليها كريمة، بحطوا عليها شوكولاتة، بحطوا عليها اشياء بيخلوا الكيكة شكلها احلى، بس عشان ايش؟ لما تاكلها تحس طعمها احسن. وبتعرفوا كنا ماشيين جد منيح، بس فجأة في اشي تغير. صاروا يزينوا الكيك بطريقة مختلفة شوي. اوكي، صحن كرز فواكه تقطعه بيطلع كيكة، يعني تكون شايف صحن فواكه بدك تاكل فواكه، بتيجي تاكل بتلاقي كيكة، يعني ايش حلو احلو، يعني عادي الامور تمام. اوكي موزة، موزة برضو حلو احلو عادي نو بروبلم. بس المشكلة يا جماعة هذول بلشوا يزودوها، يعني ايه؟ يعني هون مثلا عندنا صحن معكرونة، اجى الزلمة قطعه طلع كيك. انت هيك ما شجعتني اكلها، احنا بنزي الاكل عشان تشجع الواحد ياكله يعني. بس لما تزي الكيك اللي هي اشي حلو على شكل اشي مالح، انت هيك بتخربط ابو مخي، في اشي مستفز حيكون. مين صاحب الفكرة هاي؟ يعني مين صاحب هذا المبدأ الغبي؟ هاي السندويش ايش؟ سندويش جبنة ولا ابصر شو هي؟ بقطعها بطلع كيكة شوكولاتة. شو استفدنا احنا؟ احنا شو استفدنا زيك؟ شو يعني بدك تخدع الزلمة اللي بده ياكل يعني؟ ايش؟ بدك تطعميه كيك خاوة؟ يا اخي انا جوعان، انا بدي اكل برجر، اجي اكل برجر لاقيها كيك؟ اشي ما له داعي، ليش هذا الاشي موجود اصلا؟ بس لهلا تعرفوا لهلا تماما، لانه بعد ما تطوروا شوي صاروا يعملوا اشي مختلف، يعني مثلا عندنا هون بوت كونفرس، بوت حلو اصلي، واضح انه اصلي، وفجأة بتظهر ام السكينة، الله يعني ابو هيك سكينة يا زلمة. بطلع كيكة، البوت كيكة. في واحد في هذا العالم عمل كيكة وهو قرر انه يعملها على شكل بوت، انسان صاحي عاقل راشد قرر يعمل كيكة على شكل بوت، على اساس يعني مثلا انه واحد يكون جاي ياكل بوت بعدين يتفاجأ تطلع له كيكة. بتعرفوا كيف بتصير دائما، وحلو يعني في انواع بوت مختلفة، يعني هذا بوت غير عن هذاك حسب الشخص، يعني ايش النوع الكنادر اللي بحب ياكلها. اشي جبار، لا اشي لا. بعدين في عندك اشياء غير، اشياء يعني تستغرب ليش، خلاص حل عني يا زلمه، يعني هذول اوريو بس لما يقطعها بتطلع كيك. لا مبدع مش طبيعي، ما هو الاوريو فعليا يعتبر كيك، بس كيك ناشف اللي هو بسكوت. شو ام فيديوهات غبية، فيديوهات لما تشوفها بتحكي لماذا، ليش بدك يا اخي، انت شو بدك مني؟ لحمانية على شكل كيك، موبايل على شكل كيك، ايش بدك؟ بعد البحث اكتشفت الناس الوحيدين اللي مكيفين هاي الشغلات جماعة ردات الافعال. بالضبط. صدفة حلوة. هلا زي ما قلت لكم هذا الفيديو برعاية بومباستيك، فبومباستيك من اجمل القنوات في العالم، قناة جدا مفيدة، مليئة بالمتعة، مليئة بالعلم. لأي حد بده يشترك في قناة بومباستيك حتلاقوا اللينك في الديسكربشن. انا خسرت معاه تحدي على قناته، تحدي ماينكرافت، فمضطر غصب عني احكي هالشغلات. هلا خلينا نحضر فيديو للزلمة. اليوم جايب لكم فيديو غريب جدا، اسمه الكيك الصادم. الكيك الصادم؟ قصدك عن الكيك الصادم نفسه؟ بتعرفوا الكيك يا جماعة، كلنا بنحب الكيك، جاتو او ما بعرف شو بتسموه انتو، بنسميه كيك، اسمه كيك ناجي. او كاكا مرات يعني حسب. شفتوا؟ شفنا ناجي، قاعدين نحضر الفيديو معك يا ناجي. هاي ايش؟ هاي فراولة طبعا. اوف فراولة؟ وانا اللي كنت مفكرها صابونة. مش طبيعي.
بقولكم هم جماعة ردات الأفعال الوحيدين اللي مكيفين على الفيديوهات لأنه بحطوهم بضلهم يسلكون. واو إيش هاد؟ كيكة؟ ناجي مش الوحيد، في كثير جماعة ردات الأفعال. تتذكروا شروق؟ شروق تبعت صابون والأفوكادو. يا عيني على الصابونة، صابوني ولا أفوكادو هاي؟ برضو هي عملت ردود أفعال كيك كثير. الحلو إن هي بتضيف لمسة خاصة، مو زي ناجي. ناجي خلاص بيسلك، لا هي بتضيف هيك حماس، عارف، وأكشن، وبتعملها على شكل مسابقة. كيك ولا مو كيك؟ بسرعة، كيك ولا مو كيك؟ كيك ولا مو كيك؟ معقول؟ حلو في الموضوع انه كل الفيديوهات اللي بتجيبهم كلهم كيك، ما في ولا مرة قطع ومطلع مش كيك، دايما كيك. بس دايما بحط لكم هيك الحبكة، كيك ولا مو كيك؟ كيك ولا مو كيك؟ اوكي خليني افكر، معقول يكون كيك؟ مو كيك. يس مو كيك، معقول هاد كيك؟ كمان كمان يا الله، جود دامت جود دامت، افري تايم اي دونت نو وات تو سي، دايما بيطلع كيك. ليش؟ ذايقت مش طبيعي. قديش؟ لا هاي مو كيك اكيد. هاي مو كيك؟ هاي مو كيك؟ لا هاي مو كيك اكيد. جزرة قد الحيط مش كيك؟ شو حتكون؟ كل الفيديوهات كيك، كلهم كيك، كلهم. يلا كيك ولا مو كيك؟ انا بقول مو كيك. كيك. المشكلة اللي عملوا الفيديوهات نفسهم ما عمرهم حطوا عنوان مثلا كيك ولا مو كيك، كلهم بيحكوا هذا فيديو كيك خلص، بس البنت هاي ضافت عنصر الحبكة. ما في برا. كيك. كيك. مو كيك. الزلمة صار قاطع الصحن في النص وهي بتحكي مو كيك. مو كيك. شروق كل احترام لك، بس انا من اشد متابعينك وانا تابعتك عشان فيديوهات الصابون. فيديوهات الصابون تبعتك كثير حلوه. لا هاي الصابون بتربح. لا تحاولي للكيك، خليكي على الصابون. لا لا لا، هاي الصابون غير عن كل الصابونات. ها الصابون المميزه هاي يا جماعه، حازت على جوائز اوسكار. على فكره كل صابونه بتمسكها البنت هاي بتكون غير عن كل الصابونات الثانيين. هاي الصابون احترافيه، شوفوا كيف. بتعرفوا ليه؟ لانها ما بتطلع على الصابونه بس هيك من الخارج، بتطلع على جوهر الصابونه، على قلبها. كل صابونة لها شخصيتها، لها قصتها. البنت هاي عندها رسالة، هي شافت حقوق الصابون ضايعة، راحت صارت تحارب من أجل الصابون. هاي الصابون احترافية، شوفوا كيف تحسس كل صابون إنه أهم صابون. لا لا لا، هاي الصابون غير عن كل صابوناتها. سيبكم منها مبدئيا. بكفي اللي صار يا جماعتي بعد انتشار هاي المقاطع بسبب ردات الافعال ووجود العنصر التيك توك اللي هو عنصر عشوائي بتحسه بيدمر كل شيء. بلش فيديوهات جديده تنتشر، يعني زي فيديو كلب عايش بيعمل هيك بيطلع كيكه. اي زي هيك صارت مش لهي الدرجه، ايد حقيقيه هيك بتعمل بيطلع ايه، حتى الشجره مش تركينها بحالها. وانتشرت هالفيديوهات على نطاق واسع، يعني صار في كثير فيديوهات زي هيك، ولو تشوف الفيديو عند القطع بصير في زي تشفير هيك، بصير خربطه، فواضح ان الفيديو مو حقيقي التركيب، بس عشان انه في خربطه. لولا هيك كان صدقت 100% يعني. صديقتنا صديقة الهبت شروق برضه عملت رد فعل لهذول الفيديوهات، شوفوا. كيك ولا مو كيك؟ كيك ولا مو كيك؟ كلب واضح انه عايش. لا حقيقي كيك. كيك؟ كيك. حقيقي كيك. شوفوا قديش هي مصدومة. كيف كيك؟ حس انه اعطتكم نظرة انه انا خلص ما حصدق ولا شيء بحياتي. كيف كيك؟ كيف كيك؟ شو قصة هاي الفيديوهات؟ في برنامج معين طلع جديد اسمه موشر، البرنامج هذا بخليك تحط مقطعين فتحط مقطع تجيب سكينة مثلا عند اي شيء، المقطع الثاني بتبدل الاشي وتحط كيكة بتكمل ايش تقطيع كيكة وتبين كأنه قطع. سؤالي هو ليش؟ لماذا؟ ليش قاعدين بيعملوا؟ انا ايش يعني من الاساس قول هذول اللي بيعملوا كيك حقيقي بيكون مثلا ببين موهبته انه بيقدر يعمل اشي مبين عليه مش كيك بس طلع كيك، بس لما يكون واضح انه كذب واصل الفيديو غبي، انت شو بدك مني؟ مشكلة متأكد انه في كثير ناس مصدقين انه حقيقي الفيديوهات هاي. كيف كيك؟ انه بس موبايله معلق عشان هيك بيطلع خربطة، بس هو الفيديو حقيقي. شفت لكم مقطع لواحد اجى يعمل نفس الخدعة هاي، فمسك شوكة وراح لعند كلبه. طبعا تطلع على الكلب زي هيك بحسه كانه عارف شو حيصير، طلع عليه خايف.
هي واحدة من التنتين، يا انه الكلب بحضر تيك توك او انه صاحب الكلب هاجمه بشوكي قبل هيك. هاي نظرة كلب خايف يتاكل يا جماعة. متى صار الكيك لهي درجة؟ موضوع عميق وفي قصص كثير. لسه هذيك اليوم لما كنت بعمل فيديو مع حنودي عن الكيبوب، كنا نحضر كيف انه بعض جماعة الكيبوب بيعملوا تيك توكات بيقطعوا مؤخرة مثل واحد من الكيبوبرز وبيطلع كيكة. شفت لكم قصص كثير كمان زي هيك، زي مثلا هذا المقطع. اللي صنع الفيديو ايش استفاد؟ ليش هيك عمل؟ شو كان بيفكر؟ هل يعتبر هذا مدح يعني لبندريتا؟ هل هذا مدح او لجمن ولا تايو؟ هل هذا مدح؟ هل انا انبسط انه في حدا عمل فيديو بيقطع وبيطلع كيكه؟ مش فاهم ايش كل الدنيا صارت غريبه فجاه. بس يا جماعة احكوا رأيكم في الموضوع في تعليق. حاب استشيركم بشغلة اللي هي احمد حسن. انا حاب احكي عن احمد حسن، انا اوريدي حكي عنه كثير، بس انا جد حاب احكي عنه لانه رجع يخبص الدنيا، فاحكي عنه ولا لا؟ وصلوا لي هذا الفيديو 200,000 لايك اذا بدكم احكي عنه، اكتبوا لي في تعليق هل احكي ولا لا، هل يعتبر حلب؟ تحكي عنه اكثر مرة قبل، بس الملي ادم ما مش راضي يتوب. شو كان بيجي وحوش؟ اغنية تعليقات يلا بيش. هاي هي اغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.